اه طب شوفي، اه انت قلت اه يعني مشاكل الغده الدرقيه اللي عندنا هي ممكن تكون سبب في السمنه اللي موجوده عندنا، فلابد ان احنا نعالج مشكله الغده، واحنا بنعالج مشكله الغده نكون بننزل اه. فاحنا المفترض اه، فانا هديكي، انا خليني اديكي حاجه تعرفي ان في، هقولك على حاجه من الطبيعه كده لو انت التزمت بيها نقدر نظبط هرمونات الغده الدرقيه، وديت انا جربتها عندي في العيادات سواء كان في مصر او في السودان او في تركيا. ايه حاجه اسمها القسط، سبعة أربعة حاجه اسمها القسط الهندي اه، تسمعي تسمعتي بيها، استعملتيها من قبل، بعرفه بس استعملتيها من ما جربته، اه، جربيه. القسط الهندي ده ما جربته للشرب، اللي المهم اشربه لا، بس جربته للبشرة بجنن. ولا وكشرب بقى القسط الهندي ده شرب ما اه، هنجيب معلقه صغيره من القسط الهندي دي مطحون، ايه وبمعلقه عسل نحل لانه هو مر جدا، بمعلقه عسل كتير نحل ايه اه، ومثلا نحطه في اي حاجه ونقلبه ونشرب، او ده كده ايه اه، ده يعتبر من افضل يعني. انت لو الهرمونات الغده بتاعتك، لو انت عندك خمول في الغده الدرقيه هيظبط ايه لنا، هيرفع لنا، هيرفع هيظبط الهرمونات بتاعتنا، سواء كان هرمون الثيروكسين بتاعنا هيظبطه بالنسب الطبيعيه بتاعتنا. وفي شهر واحد بس التزمي بالوصفه دي مرتين يوميا صباحا ومساء لمده شهر، وبعد كده شوفي عندي فكرة عن الموضوع اللي حكيته كتير كمان مش شوي، بس ما جربته انه اشرب وشرب، لا جربته للبشرة كان رهيب. آه. انا عايزك بقى، يبقى احنا دلوقتي الدور الفعال اللي احنا نعمله دلوقتي معاكي، هتنزلي تجيبي القسط الهندي ده طب وعسل نحل، قصة الهندي، وعسل نحل القصة الهندي بيخرب؟ انا بعد عندي لان صار لهم شي سنة ونص بيخرب. لا اشتري اشتري، والله ما اعرفش، انا مش عارف هل هو بيخرب لمده صلاحيه او ملوش مده صلاحيه، ما اقدرش افيدك هو فيها. من عند العطار جبته اه انا. والله ايه تسالي اه، هتجيبيه من عند العطار حاجه فريش واسالي يعني، وحد يكون موسيقى يعني ايه، انا ما اعرفش، عشان انا فكره ان هو يخرب اي حاجه بيبقى ليها مده صلاحيه او شيء من هذا اكيد القبيل، لكن اكيد. انا كمده صلاحيته انا ما اعرفش. لكن انت خليكي في الامان، خليكي في الامان، جيبي وجيب حاجه جديد. ايه اه، جيبي جديد واستعمليه. وخلص. دلوقتي قلنا احنا عندنا القسط الهندي، هنجيب معاه عسل نحل اصلي، عسل نحل. عسل نحل اصلي، وزي ما قلت لك كده هنقول معلقه من القسط الهندي، ثلاث ارباع معلقه، ما نخليش كتير قوي يعني، ثلاث ارباع من نص علينا هيك. اه، ثلاث ارباع معلقه من القسط الهندي معلقة صغيرة اه، صغيره اه، ثلاث ارباع صغيرة. ايه اه، من نص لثلاث ارباع معلقه من القسط الهندي هنحطها مع معلقه كبيره من عسل النحل ونقلبهم كويس، و ممكن نحطهم في اي يعني، ممكن في كوبايه ميه ونشربه، او لو تقدري تاكلي معلقه عسل النحل كده، لو تقدري تاكليها يبقى تمام، ما قدرتيش يبقى انت حطيها في اي حاجه تكون هاي مستساغه اللي بالنسبه لك. حكيت عنها، هاي الوصفة اللي خلطتها انت هلا، انا هاي خلطتها وحطيتها على وشي، تمام. لا انه احنا هو القسط الهندي مضاد للبكتيريا بشكل رهيب، انه مضاد حيوي عن جد، بتحسه فظيع عن جد. القسط الهندي ممتاز فوق الممتاز، وفي دراسات وابحاث حديثه عنه تخليه يتصدر يعني، يتصدر في اشياء كتيره، واحنا بنوصفه. بص اقول لك حاجه، اذا كنت انا بكتب حاجات معينه وما بتجيبش فعاليه معايا، وبدات اجرب حاجات تانية وبدات تجيب فعاليه معايا، ليه ما انصحكيش بيها اذا ممكن بالفعل تفيدك وتغير حياتك 180 درجه وتعيش حياتك صح بشكل طبيعي يعني، تدعي لي دعوه طبعا ممكن ربنا ينقلني بها نقله تانية، صح ولا لا؟ ان شاء الله تتغير يا رب حياتك، طبعا. تتغير من هنا، وتفتكريني اللي ممكن تكون انت عندك المعلومه، لكن فكره ان احنا دورنا ان ايه احنا نوجه يعني بس اني اشربها لا ما شربتها مثلا، ما جربتها اني اشربها، بس جربتها عم احكي لك للوش، كانت رهيبة عن جد، يعني كأنه مثل اللي ما بعرف كيف، يعني ما بعرف اوصف لك كيف بيتغير الوش بشكل فظيع، يعني بكون تعبان، بكون محروق، بكون من الشمس كذا، بيرجعوا بشرة رهيبة جدا جدا، كثير والله فظيعة هي اهو. الخلطة. ودي آه كويس جدا، انت قلتي زي ما انت كده بتعيد نضاره البشره بشكل قوي جدا، وليه فوائد كتيره جدا شكل القسط الهندي اه.